عم سالم الشمسي ولا ملاك نادي بيراميدز. طيب سؤال يا استاذ هاني بامانه وبضمير حي، الناس كانت بتتهم تركي آل الشيخ ان هو اللي بيسعى ان فايلر يمشي ويخرب النادي الاهلي، لما مشي كارترون اليست هذه شهاده الى ان عدم تدخل تركي آل الشيخ في الساحه الرياضيه المصريه؟ طبعا طبعا، بس معنى كده ان انت وارد المدرب في اي وقت يجي له عرض. ايوه وارد ان المدرب من هو قناعته الشخصيه هو مبلغ خيالي يا بيه، فلوس. يعني انا بقول لحضرتك بحوالي 450,000 دولار، هو بياخد 90,000 دولار، فهو يعني مبلغ زي ما قال صبحي كده مبلغ زغل العينيه. لا خلاص انا ضحى حتى بافريقيا ان هو يبقى بطل عشان بنزليك في افريقيا مع الزمالك ضحى. طيب عندي واحد اهوت شكله عالم بباطن الامور من اللي عندي على التايم لاين، بيقول لي يا اونكل ما تستعجلش، مش جايز في مصيبه بالاداره بخصوص كارترون وهيتم تسريبها خلال الساعات القليله المقبله. واحد بيقول لي انا ما اعرفش يا ابني، لكن اللي انا عارفه ان الناس واخده فلوسها. انا بتكلم من كده يا ابني، حق ربنا يا ابني، هنموت يا ابني وهنتحاسب. يعني اتهم مرتضى يا هلا وهو ملوش علاقه، يعني اتهم مرتضى وهو ملوش علاقه يا هلا، الراجل واخد فلوسه وجاي له عرض خيالي. اقول مرتضى ضربه مثلا يا هلا وهو ما ضربوش. كارترون واخد مرتب شهر اغسطس يعني قبضه كمان. طيب يعني يلا عموما شكرا للنقد الرياضي الكبير هاني عصام المحلل الكبير ومدير تحرير جريدة الدستور. معاك يا أستاذ هاني في أي جديد، هقول بس بعض المعلومات كده وفي انتظارك إن شاء الله. تفضل تفضل حبيبي تفضل. يبقى الحمد لله انفراد. كل الناس بقى بتكتب اهو، بقى كل الناس بقى بدأت تكتب بعد ما ممكن أبو المعطل طلع بالخبر، بقى كله بدأ يكتب اهو. كله بدأ يكتب، كله بدأ يكتب. فالناس بقى ما حدش يقول شكرا يا أنكل، أنت اللي قلتها أول واحد ولا حاجة. رغم احنا بنشكر، انا اقول لكم ايه، بس فريق العمل اللي شغال معايا بقول له المعلومه، قال لي احنا انت بتهرج، قلت له ما بهرجش والله، يلا بينا يا ابني اللايف شغال، الدنيا كلها بتتكلم في الموضوع. فانا عايز بس اقول على حاجه في اللقطه دي، لما جه رحيل فايلر كلنا جه كده في قلبنا ان تركي آل الشيخ بيخرب النادي الاهلي وعاوز فايلر يمشي. ماشي، الراجل طلع نفى وحلف على قفة مصاحف، قلنا انه ملوش علاقة بالموضوع. انا بقول الكلام ده عشان محدش تاني يعلقها في رقبة حد. اللي مشي دلوقتي كارترون عشان جاي له عرض مالي خيالي، وارد يبقى ده العرض اللي كان جاي لفايلر وفايلر رفض يمشي، لان فايلر بياخد في النادي الاهلي 248,000 يورو. فالمسألة ان ده خبر زلزال بمعنى المقاييس وانفجار في متعوق، هو رحيل مستر باتريس كارترون. الانباء اللي جاية ان هو فضفض لحد من الناس اصدقائه في الامارات العربية المتحدة الشقيقة ان اللعيبة مش مبسوطة وان اللعيبة متضايقة وان في لعيبة عايزة تمشي وان في لعيبة بتتمارض وان في لعيبة مقموصة وان هو زهق من موضوع اللعيبة ومشاكلها، اللي عاوز يمشي واللي ما جددش عقده واللي مش مركز واللي كذا واللي كذا واللي كذا. لكن انا بقول ان الراجل جاي له عرض خيالي، ما يقدرش يقول له لا، جاي له عرض خيالي زي ما قال صديقنا العزيز، 450,000 دولار وهو بياخد 90، جاي له خمس اضعاف. انا بقول لكم صديق اللي في الامارات ده لما بيقول لي من يومين الدنيا هتمطر وبيقول لي دلوقتي، قلت له يا ابني مطرت ايه يا ابني اللي اتمطر؟ قال لي مطرت وكارترون استقال. قلت له يا ابني انت بتهرج يا حبيبي، كارترون يستقيل ليه وهو رايح لبطولة افريقيا؟ وهو رايح لبطولة افريقيا. قال لي يا اونكل انت ما مشيتش معايا على النغمة وانا سبتك، وفي نفس الوقت ما حبيتش ان انا اقول لك الخبر قبلها عشان ما تقولوش وتقعد تتشتم اكتر ما انت بتتشتم من رئيس نادي الزمالك والكاتبة الإعلامية بتاعته، فما رضيتش أقول لك. لكن كارترون مشي وأقرب إلى الإمارات، أقرب إلى الإمارات، لكن أو لسه في الجول بينزل خبر أهو، كارترون يبلغ الزمالك بفسخ تعاقد. ده عاوز أقول فيه على حاجة عشان برضو الناس لو حصل في الأهلي ما تقولش مش عارف إيه، وهو أن زي ما قال الأمير توفيق، قال لي افرض فايلر عاوز يمشي أمنعه إزاي؟ ادفع الشرط الجزائي ويمشي. المدرب ما تقدرش تمنعه. يبقى فايلر، يبقى كارترون، يبقى اي مدرب في اي حته، يبقى حسام البدري زي ما كان في الاهلي قبل كده ودفع الشرط الجزائي وراح ليبيا خد شويه فلوس قبل الخراب العربي،
ماشي، ولا التالي كان بعد الخراب العربي كمان. ف اللهم صل سيدنا النبي. فهنا هنا كارثه كبيره جدا. انت بتهز استقرار فرقه قبل شهر من نهائي بطوله افريقيا. ده انت يا راجل معمول لك كل حاجه يا راجل، ده انت يا راجل متدلع ومتهنن يا راجل، ده ما حدش قال لك ان فرق بينك وبين الاول 20 نقطه يا راجل، ما حدش قال لك ان عمر نادي الزمالك ما كان فرق بينه وبين الاهلي 20 نقطه، انت واصل للفرق ال 20 نقطه وما حدش قال لك حاجه. تيجي قبل بطوله افريقيا بشهر وتخلع عشان جاي لك فلوس، طب ما تاخرها شهر. المعلومات اللي عندنا ان لا، قالوا له لو اتاخرت شهر ما فيش حد يدفع الفلوس دي غير الصين، غير الصين. ايه اللي هيرجحه؟ انه كسب بطولتين في 6 ايام، كاس افريقيا وقدم عرض رائع قدام الترجي التونسي، حق ربنا فتح احلى مباراه تتكلم فيها عن مدرسه الفن والهندسه. المباراه دي مباراه الاهلي بعدها في السوبر المحلي، لا هو لعب مدافع وراح لضربات الجزاء واعتمد على ان بادج ضيع وكده وبتاع حاجات بالشكل ده. فده زلزال مؤثر في مسيره نادي الزمالك. سيبك من المسيره المحليه، لكن انت هتجيب لي طارق يحيى ومعاه مدحت عبد الهادي ومعاه امير عبد العزيز واحمد حتى مشي، يلا كره بقول لك كارتونين يطلب الرحيل، خايفين يقولها بصراحه. خد ياد من انكل ابو المعاطي وانت قلبك جامد، يالا ياد يا بتاع يلا كره خد وانت قلبك جامد، ما انا بيجي لي اشعارات وانا شغال. هل بقى النهارده شوفوا 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 وليد بيقول لي ايه؟ وليد بيقول لي هل النهارده يحق لقناه النادي الاهلي انها تطلع تعمل زي قناه الزمالك وتقول فشل الاداره والمدرب هرب منهم وكذا والمرتضى الفاشل والكلام ده؟ انا بقول له يا حبيب قلبي اداره الاهلي ما بتعملش كده، ولا قناه الاهلي بتعمل كده، ولا قناه الاهلي بتعمل كده، فمش هيعملوا كده. لكن هم يقدروا يشتموا النادي الاهلي ويشتموا الخطيب ويشتموا ممكن ابو المعاطي زكي ويقول لك هم السبب اللي طفشوا كارتيرون. كارتيرون ماشي لاسباب ماليه بحته. طيب انت النهارده وانت بتجيب طارق يحيى ومدحت عبد الهادي وامير عبد العزيز، ما تفكر في مدرب كان شغال وعارف الفرقه اسمه سامي الشيشيني. فكر في سامي الشيشيني، هاتوا مدرب عام. فكر في سامي الشيشيني، مش لازم تبقى كل الناس اللي جايه هي اللي بتطلعوا على الشاشه هما اللي جنبي منك. سامي الشيشيني مدرب وشخصيه. انا بقول لك حق ربنا، بقول لك حق ربنا. لكن انت دلوقتي عامل اجتماع مع الشيشيني، لو راجع يا ريت، عامل اجتماع مع طارق يحيى ومدحت عبد الهادي وامير عبد العزيز وعمرو عبد السلام طبعا موجود لانه عامل حراس مرمى مميزين الصراحه، مدرب حراس المرمى عمرو عبد السلام. لكن انت راجع سامي الشيشيني بقى عارف الفرقه، مدلع نفسه كده. العرض اللي جاي له ده ما يدفعش فلوس دي يا جماعه غير الصين، مش الامارات كمان. 450 الف دولار ليه يا عم كارترون؟ هو انت بتعمل ايه يا عم كارترون؟ هو انت بتعمل ايه؟ ده هو ربنا كرمك في ماتش الترجي ولاعيبه الزمالك مش عاوزين مدير فني. دي لعيبه عاليه جدا جدا جدا، التشكيله الاساسيه احطها لك وانا مغمض، تلعب وتكسب، مش محتاجين مدير فني. لا محتاجين، بص يا سيدي التشكيلة، أبو جبل أو جنش، بس أبو جبل أنا مع أبو جبل لأن هو اللي لعب الفترة اللي فاتت. حط قدامه محمود علاء والوينش، حازم إمام، عبد الله جمعة، الحين شفاء عبد الشاف، ماشي، طارق فرجاني وساسي، يوسف أوباما، بن شرق ونجم مصطفى محمد. مش عايزين مدرب، والله ما عايزين مدرب. يكسبوا بطولة أفريقيا وهم نايمين في البيت، يكسبوا بطولة أفريقيا وهم نايمين في البيت يا بيه. أنا بقول لك لو حبيت بقى تجيب مدرب من مصر، واحد في واحد بس في مصر هو اللي يكمل بيك لافريقيا ويعمل لك شغل كويس، لو انت تواضعت لله وهو وافق على التدريب، هو حسام حسن وابراهيم حسن. دول اللي في مصر يكملوا معاك لبطوله افريقيا وينافسوا، واللعيبه تعمل لهم حساب. اسمع مني، اسمع يا مرتضى مني، انت بتاخد مني وعارف ان انا صادق في في فيما اقول. لا تقول لي طارق يحيى يبقى رجل اول ولا غير، انت تجيب حسام حسن ومعاه سامي الشيشيني مدرب عام، لان سامي كان في الفرقه وشغال فيها، وسامي والكابتن حسام علاقتهم كويسه جدا جدا جدا. معلش سامي هيخسر تعاقداته الاعلاميه، لكن ده من اجل نادي الزمالك يا شيشيني، وانت عمرك ما تاخر عن نادي الزمالك. وابراهيم حسن بقى ويجيب باقي جهاز، اراهنك لا جهاز جامد، لان فرقتك اصلا جامده يا بيه.
لكن هتجيب لي طارق يحيى هيقعد كابتن طارق برضو تعامله الاعلامي وبعده عن الكره خلاه خفيف شويتين. انا عارف انه بتفرج عليا والله عارف وبشوف هو داخل يتفرج عليا بشوف. فانت عندك سامي الشيشيني ممتاز ممتاز، اوعى تخسر سامي الشيشيني. كابتن طارق يحيى احتفظ بيه للترند واحتفظ بيه للقناه، احتفظ بيه للترند واحتفظ بيه لقناه الزمالك. لكن هات حسام حسن ومع سامي الشيشيني. اللي بقوله لك ده واحد قاله بيقول لي اسكت يا اونكل. طبعا عندك خالد جلال وعندك مؤمن، مؤمن سليمان، لكن وجهة نظر انا حسام حسن. انا بقول لك يا بيه انا بحب